ايوه الاخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك لك، اهلا بيك. حضرتك انا عايز اسال سؤال، بس في زميل ليا تعبان شويه في رجله، فهو بيقول لي ان بعد ما زار سيده نفيسه جاله رؤيه في المنام ان هو لو زار سيده نفيسه رجله هتخف، كان عنده خشينه في القدمين. فحكى لي الرؤيه دي وبيقول لي بعد ما زار سيده نفيسه رضي الله عنها رجله بدات تتحسن، فهل المعتقد ده او زياره اهل البيت او المعتقد ان هم بيفيدوا او بيضروا، رؤية الدين ورؤية حضرتك للموضوع ده ايه؟ يعني شو الضر والنافع هو الله سبحانه وتعالى. سيدة نفيسة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الإمام الشافعي قال فيهم يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فلا شك أنه حصلت له بركة سيدة نفيسة فحدث هذا، إنما كونوا تحسنوا بقى كويس هذا يعني إنه في شيء، في كرامة حدثت، والكرامات شيء ربنا يظهره على عبد صالح، على يد عبد صالح إن شاء الله. وبالتالي فإحنا إيه بنعتقد إن الله سبحانه وتعالى ينفع عباده ببركة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.